بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب أحكام تلخيص أحكام الجنائز للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. توقفنا عند المسألة الرابعة في صفحة 3. قال: وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها. وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك، وإلا أوصى لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده في المسألة الخامسة، أين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. قال: ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيته. إذن هنا يقول الإنسان إذا كان عليه حقوق فعليه أن يبادر بأداء هذه الحقوق إلى أصحابها حتى لا تكون دينا في ذمته بعد الوفاة. وإذا كان لا يتيسر له ذلك، يعني عليه ديون ليس عنده أن يقضي بهذه الديون، فعليه أن يوصي للحديث الشريف الذي استمعنا إليه. يوصي النبي عليه الصلاة والسلام إن كان عليه حقوق لا يمر عليه أكثر من ليلتين وحد أقصى إلا وقد كتب وصية بهذه الأمور. الفقهاء يقولون يعني يقوم مقام الوصية أي وسيلة لتوثيق هذه الحقوق، يعني الحكمة من الوصية أنها توثيق لهذه الحقوق. فإذا كان الحق يمكن توثيقه مثلا بكتابة ورقة لصاحب الحق أو بإشهاد شهود يشهدون أنه مثلا عليه لفلان مبلغ كذا ونحو ذلك، أو يعني غير ذلك من وسائل توثيق الحقوق. متى تجب الوصية بما على الإنسان من الحقوق؟ إذا كان يغلب على ظنه ضياع هذه الحقوق إذا لم يوصي بها، يعني أهله يعلم من أهله أنهم لن يصدقوا صاحب الحق إذا جاء يطالب بحق، وصاحب الحق ليس معه لا شهود ولا معه ورقة مكتوبة ولا معه أي وسيلة إثبات حق. إذا جاء صاحب الحق بعد وفاته ويطالب أهله ويقول أبوكم كان مدينا لي بألف دولار ولا ألف دولار، لن يصدقوا، أين دليلك؟ ليس عنده إثبات. ففي هذه الحالة يلزمه أن يوصي أو يوثق هذا الحق بأي طريقة حتى لا يضيع على صاحب الحق حقه. ربما ذكرنا في دروس سابقة يعني أنه في هذه البلاد بالذات يعني في أمريكا أيضا مما يؤكد يعني أهمية الوصية، أن الإنسان يعني إذا لم يوصي قد تضيع حقوق للأسرة وللأولاد وكذا. يعني القوانين هنا أنه إذا مات الوالدان معا في حادث أو شيء من هذا القبيل فالأولاد يكون التصرف فيهم للحكومة، القاضي هو الذي يحكم بحضانة الأولاد، ممكن أن يعطي الأولاد لأسرة كافرة توليهم وكذا. وهذا الشيء يعني الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، والمسلم يحتاط لذلك، يعني قد يحصل لا قدر الله في يموت الوالدان في حادث أو بيت انهدم مشكلة تحصل كده. فإذا لم يكن عنده وصية وعنده أطفال صغار يعني في فإذا لم يكتب وصية يخشى على أطفاله والعياذ بالله من الصبر والمشى في أسرة كبيرة. وفي هذه الحالة يتأكد على المسلم أنه إذا كان عنده أطفال صغار أن يكتب وصية أنه إذا
يعني طبعا اذا مات احد الوالدين يعطى للوالد الارض، اذا مات الطرفان معا حسب القوانين فيكتب يعني اذا حصلت وفاه الوالدين معا فنصب اولاده يكون عند اسره فلان او اسره فلان او عن طريق المركز الاسلامي الفلاني او اسره مسلمه، بحيث يتاكد يعني او يتم تسفيرهم الى اقاربهم مثلا في البلاد الاسلاميه او كذا، بحيث تطمئن على اولاده ان شاء الله ان لم ينشأوا الا مع المسلمين. كذلك ايضا مساله ان كان له زوجته مثلا كتابيه او كذا، ف يعني طريقه الدفن هنا اذا مات احد الزوجين الزوج الحي الموجود هو الذي يقرر اين يدفن وكيف يدفن. فاذا كان شخص له زوجه مثلا نصرانيه ولا كده يتاثر في حقه الا اذا اوصى بخلاف ذلك، فلا بد ان يوصي انه يدفن في مقابر المسلمين وبالطريقه الاسلاميه، لانه اذا لم يوصي بهذا ممكن زوجته النصرانيه تقرر دفنه في مقابر النصارى ويصلي عليه في الكنيسه وكده، فيتحمل مسؤوليه ذلك لانه لم يوصي بهذا الشيء. وهكذا كذلك يعني ايضا الوصيه بطريقه تقسيم الميراث انه يقسم على حسب الطريقه الشرعيه، لانه ايضا اذا لم يوصي بهذا فالحكومه هنا ايضا توزعه بطريقه مخالفه للطريقه الاسلاميه ويحرم ورثته الشرعيون من حقوقهم. يعني هو الاصل انه لا وصيه للوارث كما سياتي، لا وصيه للوارث يعني لا وصيه له بزياده على نصيبه في الميراث، لكن اذا اوصى للوارث ان ياخذ نصيبه الشرعي في الميراث الشرعي هذا يعني تقرير لحق الميراث الشرعي. يوصي ايضا انه اذا مات فورثته مثلا يرثون بالطريقه الاسلاميه، وتوجد نماذج يعني اللي يجب يكون يعني في نماذج موجوده في للوصيه في مركز الفاروق، يعني ممكن الحصول على نسخه ان شاء الله وتوقع عليها عند اي نقل بابلي او كذا، تحتفظ يعني عند الشخص الكسب فيه او كذا عند اصدقائه بحيث يعني عند الحاجه. هنا المؤلف يعني يؤكد على مساله الوصيه بما على الانسان من الحقوق. قال: ويجب ان يوصي للاقربين الذين لا يرثون منه، لقوله تبارك وتعالى: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه، الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال: وله، يقول الحديث الصحيح هو حديث سعد بن وقاص الانساكي، وله ان يوصي بالثلث من ماله ولا يجوز الزياده عليه، بل الافضل ان ينقص منه، لحديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه الثابت في الصحيحين. قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمرضت مرضا اشفيت منه على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقال بيده: إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليه، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: فكان بعد الثلث جائزا. قال: وقول ابن عباس رضي الله عنهما: وددت أن الناس غطوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. هنا المؤلف رحمه الله يذهب إلى وجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون، وجوب الوصية للأقارب الذين لا يرثون، وهذا المذهب الذي اختاره المؤلف رحمه الله هو مذهب ابن عباس رضي الله عنه،
وجماعة من التابعين منهم سعيد بن مسيب وطاووس ومسروق وغيرهم من فقهاء التابعين، وهو مذهب الظاهرية، مذهب الإمام حازم رحمه الله مذهب الظاهرية. ومن المعاصرين من العلماء المعاصرين يعني من اختار هذا المذهب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وتلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني أيضا. فكل هؤلاء يعني قالوا بوجوب الوصية للأقارب غير الورثة، ويعني حجة هؤلاء يعني أبرز حججهم أن الآية الكريمة يرون أنها الآية الكريمة التي قرأناها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يقولون إن الذي نسخ منها هو نسخ الوصية لمن يرث من الأقارب، يعني الآية فيها أن الله تعالى كتب يعني كتب عليكم يعني فرض عليكم، هذا شيء واجب، الوصية للوالدين والأقربين. فأما الوالدان فالوالدان من الورثة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية الوارث ولهم نصيبه، الوالدان لهم نصيبه في الله، والأقربون منهم ورثة ومنهم غير الورثة. فأقارب الورثة حدد نصيبهم في الآيات الكريمة في سورة النساء، وبين ميراثهم في القرآن والسنة. فمن عدا هؤلاء بقي داخلا في الورثة، الآية لم تنسخ بالمرة وإنما نسخ منها ما يتعلق بالوصية للورثة. طبعا هناك خلاف يعني خلاف شكلي يعني بين الأئمة اللي هو هل الناسخ لها هو آية الميراث أو الحديث، لأنه يعني لما نزلت آية الميراث آية المواريث في سورة النساء هي آية 11 وآية 12 والآية الأخيرة ثلاث آيات في سورة النساء، فلما نزلت آيات المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فبعض الأئمة يرى أن الذي نسخ آية الميراث الذي نسخ آية الوصية كتب عليكم لحضر أحدكم الموت نسختها آية الميراث، فيكون من باب نسخ القرآن بالقرآن. وفريق آخر يرى أن الذي نسخها هو الحديث، حديث فلا وصية لوارثه. الذين يرون أن الحديث نسخها يقولون بجواز نسخ القرآن بالسنة، لكن جمهور الأصوليين يعني يرون أن السنة لا تنسخ القرآن، حديث السنة لا تنسخ القرآن، القرآن ينسخ بالقرآن والسنة بالسنة والسنة بالقرآن، السنة ممكن تنسخ بالقرآن زي استقبال بيت المقدس هذا ثبت بالسنة، مفيش آية تأمر باستقبال بيت المقدس ونسخ بالقرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فالسنة ممكن تنسخ بالقرآن، القرآن بالقرآن والسنة بالسنة. هل القرآن يمكن أن ينسخ بالسنة؟ أكثر الأصوليين يقولون لا ينسخ القرآن بالسنة، وهو خلاف شكلي لأن المواضع التي قيل فيها أن القرآن نسخ بالسنة كلها يعني يمكن توجيهها، إما نجد لها آية تكون نسخة بالآية أو يكون من باب التخصيص يعني مش من باب النسخ، من باب الآية عامة والحديث السنة يمكن أن تخصص عموما القرآن، يقول هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ. طيب فهنا يعني هذا الفريق من الأئمة من الصحابة والتابعين قالوا يجب على الإنسان أن يوصي لقرابته غير الورثة بما لا يزيد عن الثلث. فمثلا من الأقارب غير الورثة مثلا أولاد الإبن الذي توفي في حياة أبيه، إذا كان لك أبناء آخرون مثلا شخص له إبن حي له إبن توفي في أثناء حياة أبيه والإبن اللي توفي في حياة مثلا في حياتك مثلا له أطفال، فأولاد الإبن المتوفى في حياة أبيه فهو من الأقارب غير الورثة، طالما يعني يوجد إبن وأولاد إبن فالإبن يحكم أولاد الإبن. هناك أقارب غير ورثة مثل يعني إما أنهم لا يرثون من الأساس أو أنهم يرثون في بعض الصور، لكن يوجد من هو أولى منهم بالوراثة وهم لا يرثون في حالته الخاصة، يوجد من هو أولى منهم زي مثلا الجد والجدة، مثلا إذا الإنسان أبوه موجود وجده موجود فالأب يرث والجد لا يرث في وجود الأب،
جده لا ترث بوجود الام مثلا. كذلك هناك مثلا الخال والخاله والعمات وكذا ولا من غير الورث، فيوصي بايه؟ لاقاربه غير الورث. القول الثاني في هذه المساله وهو مذهب الائمه الاربعه رحمهم الله تعالى وعامه اصحابهم، قول اكثر الصحابه والتابعين، ان الوصيه لغير الوارث يعني جائزه. ان الوصيه لغير الوارث جائزه، بعضهم يعبر بالجواز وبعضهم يعبر بالاستحباب، يعني مستحبة او جائزه، لكن لا تصل الى درجه الوجود، لا تصل الى درجه الوجود. وقالوا الايه الكريمه نسخت، يعني نسختها اما الايه الحديث. طيب هناك مسألة يعني كثير من العلماء المعاصرين، يعني بعض العلماء المعاصرين قالوا بوجوب الوصية، يعني كان قول في التوسط، يعني نوع معين فقط من الأقارب غير الورث، وهم أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه، يوصى لهم بمثل نصيب أبيه بشرط ألا يزيد على الثلث. فصدر قانون بهذا يعني يسمى قانون الوصية الواجب. فهو هذا القانون يعني هو تلفيق، يعني هم أخذوا بقول الظاهرية مسألة وجوب الوصية للأقارب غير الورثة، لكن في الحقيقة يعني الذين يقولون بوجوب الوصية لغير الورثة قالوا إذا لم يوصي فهو يعني آثم بذلك، لكن لا نعطيهم يعني إذا لم يوصي لهم. لكن هؤلاء يعني وضعوا هذا القانون، قالوا يعطون حتى لو لم يوصي لهم المتوفى، يعطون نصيب يعني أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه، يعطون مثل حصة أبيه بشرط ألا تزيد على الثلث. يعني لو كان له ثلاث أبناء، واحد مات في حياة أبيه واثنين موجودين، اللي مات في حياة أبيه هذا له أطفال، فنصيب أبيهم الثلث إذا كان هم فقط الورثة ثلاث أبناء، فهنا نصيبه الثلث. لكن مرات مثلا إذا له ابنان، واحد مات في حياته والثاني حي، فنصيب أبيهم هيكون نصف مثلا أكثر من الثلث، فهيك يعطون فقط الثلث. فتحديد يعني أن يكون لأولاد الابن دونا عن غيره من الأقارب غير الورثة، وأنهم دفعة وأن الوصية هذه يعمل بها حتى لو لم يوصي بها فيعتبرونه كأنه أوصى، فهذا كان قانونا وضعيا يعني اللي وضعوه قالوا يعني اعتمدوا على المذهب الظاهري، بس أدخلوا فيه يعني تعديلات. طيب قال ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين، فإن لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما حسب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. قال شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول الشيخ استحق إثما، قال أي فإن ف
الشيخين اتفق الاطلاع على أن الشاهدين المقسمين استحقا إثما بالكذب والكتمان في الشهادة أو بالخيانة وكتمان شيء من التركة في حالة ائتمانهما عليه. ذلك المكان هي رجل من الصحابة رضي الله عنه حضراته الوفاء، كان في سفر وأعطى أمواله لرجلين ليوصلاها يعني إلى ورثته أو إلى أقاربه أو كده. فهنا يعني إذا حصل هذا الأمر، الإنسان كان في موطن واستأمن فيه رجلين من غير المسلمين، إذا لم يجد مسلمين وأوصاهم بنقل هذه الأموال، ثم أقاربه شكوا أنه أخذ شيئا يعني لم يؤدي الأمانة كاملة، فاستغل يعني الطمن فأعطاها أموالا وقال وصل أعطاها مثلا 2000 دولار وأوصاها أن يوصلها لأهله، فراح وصلهم 1000 وقال لهم قريبكم مات وطلب 1000 دولار وأقول له خلي 1000 عنده مثلا، فإن شكوا أنه كتم شيئا من الأموال أو أنه يعني كذب في الوصية وقال قال له أعطي فلان كذا وفلان كذا وغير فيها وبدل. قال فالواجب أو فالذي يعمل لإحقاق الحق هو أن ترد اليمين إلى الورثة لأن يقوم رجلان آخران مقامهما من أولياء الميت الوارثين له الذين استحق ذلك الاسم بالإجرار عليهم والخيانة لهم. قال كذا في تفسير المنار الشيخ رشيد رضا رحمه الله، وتراجع أمام البحث فيه وذكر فيه المعرفة. يعني القصد هنا أنه إذا الإنسان حضرته الوفاة وأراد أن يوصي، إما يوصي بالحقوق الواجبة التي عليه أو يوصي بتبرعات، يعني مرات الوصية تأتي بمعنى يعني هبة أموال تتملك بعد الموت، فالوصية بمعنى الهبة التي تتملك عند الموت. مرات تأتي الوصية بمعنى الوصية بما على الإنسان من حقوق وأدب عليه من ديون، وكذلك الوصية بإعطاء الورثة نصيبهم في الميراث المتعلق بالديون. فالقصد يعني أن الإنسان إذا حضرته الوفاة وأراد أن يوصي فإنه يشهد على ذلك عدلين من المسلمين، فإن لم يجد من المسلمين عدلين من المسلمين، فإن لم يجد مسلمين فيمكن أن يشهد عدلين من غير المسلمين، وإذا شك أقاربه في عدالة هؤلاء فإنهم يؤتى بهم إلى الحاكم ويحلفون أمامه أنهم أدوا الوصية كما أوصى بها المتوفى ولم يكتموا شيئا من المال ولم يكذبوا في شيء. فإذا صدقهم أولياء المتوفى لهم ذلك، وإذا كذبوهم فاليمين يرد على أولياء الميت فيحلفون بالله أن هؤلاء قد خانوا الأمانة ولم يؤدوا الوصية الكاملة. بعد ذلك قال وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز لأنها منسوخة بآية الميراث، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. احنا مر بنا يعني الوصية لمن يرث من الأقارب، الوالدان من ضمن الورثة، فالوصية لهم الممنوعة المحرمة هي الوصية لهم بزيادة على حصتهم في الميراث، لكن إذا أوصى للأقارب يعني بحصتهم في الميراث فهذه يعني تسمى وصية تجوزا، يعني هي تأكيد على حقهم في الميراث، يعني هذه تكون جائزة لا حرج فيها، بل قد تلزم في بعض الأحيان إذا كان في بلد يعني ليس فيها حكم إسلامي، وتكون هذه وسيلة لإعطائهم حقهم الشرعي. فالقصد الوصية التي لا تجوز والتي نسخت هي الوصية لهم التبرع بشيء زيادة على حصتهم. قال ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث أو يفضل بعضهم على بعض فيه بقوله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما
إلى قوله يعني النساء المسلمين مما ترك الوالدين إلى قوله تعالى مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، ثم قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من ضار ضار الله ومن شاق شاق الله. فهنا المؤلف رحمه الله شرح الإضرار في الوصية الذي نهي عنه وهو منه يعني من صوره أن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقه من الإرث. إنسان مثلا له ابن عاق وابن بار به، فيوصي أن ماله كله يذهب لابن البار وابن العاق حتى لا يأخذ به شيئا من الميراث، أو يكون له زوجتان وهو يميل مثلا يحكى الزوجتين عن الأخريات فيوصي لها ولأولادها دون الأخرى يوصي وهكذا يعني، أو عنده مشكلة مع أخيه مثلا هناك مشكلة بينه وبين أخيه يكون أخوه له حق حظ في الميراث فيوصي بحرمان أخيه من الميراث أو شيء من ذلك. هذا من الأمور المحرمة وكذلك يعتبر من الإضرار في الوصية، وكذلك تفضيل بعض الورثة على بعض ممن يعني ساوى الشرع بينهم، الأبناء مثلا الذكور نصيبهم متساوي في الشريعة لا فرق بين الابن الضار والابن العاق، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لعل الضار هذا لا تدري من الذي يختم له به الفاسق هذا لعله يتوب إلى الله أنفع أبنائك لك يعني بعد ذلك، لكن الإنسان عليه أن فالورثة الذين سوى الشرع بينهم لا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض، يعني له ابنان فيوصي لأحدهما لا يحرم الآخر تماما ولكن يوصي لأحدهما بزيادة على نصيب الآخر، أو له زوجتان الزوجتان في الشرع تقتسمان الربع إذا لم يكن له أولاد، تقتسمان الثمن إذا كان له أولاد، فلا فضل لإحداهما على الأخرى إذا مات وهما في عصمته يعني، إذا مات وهما لا يزالان في عصمته، فلا يجوز له أن يفضل إحداهما على الأخرى أو يخص بشيء زيادة أو كذا، ولو فعل هذا فإنه يكون من الإضرار في الوصية. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذير من هذا، وأن الرجل يعني يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيجور في الوصية فيكون من أهل النار ولازم يختم له بسوء أنه جار في وصيته ويعاقب على ذلك ولازم يختم. قال والوصية الجائرة باطلة مردودة بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الوصية الجائرة باطلة مردودة، ولهذا يعني القائمون على أمر الوصية لهم أن يبدلوا فيها إذا وجدوا فيها شيء يخالف الشرع أن يحذفوه وأن لا يعملوا به، وهذا من الإحسان إلى الميت كما قال تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون، يقول سبحانه وتعالى إيه في الآية الأخرى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، جنفا يعني ظلم أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فهذا الذي يصلح في الوصية لأنه يعني وجد في الوصية ظلما فيصلح هذه الوصية ويزيل ما فيها من الظلم، لو أوصى بحرمان بعض الورثة فالقائم على أمر تقسيم التركة أنه لا يعمل هذه الوصية ويعدلها بحيث يعطي الورثة حقهم. قال ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع أو الابتداع في دينهم ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية الكريمة جاء عن علي رضي الله عنه قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علموهم وأدبوهم قال علموهم وأدبوهم وكذا. فمن وقايته يعني النار للإنسان أنه يسيهم أن يدفنوه بالطريقة الشرعية وكذا، يقول إذا كان أهله لا يعلمون طريقة الدفن الشرعية ويغلب على ظنه أنه إذا لم يسيهم مثلا بترك النواحي عليه أو بترك أشياء محرمة يتوقع أن يفعلوها بعد موته، أنه إذا لم يسيهم بذلك أنهم سيفعلونها، فعليه أن يسيهم حتى يبرئ ذمته أمام الله تعالى إلى متى مت، فلا تفعلوا كذا ولا كذا من المحرمات التي يتوقع أنهم سيفعلونها بعد موته. قال ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك، والآثار عنه بما ذكرنا كثيرة تراجع في الأصل، أصل هو كتاب أحكام الكنائس الأصلي يعني يرجع إليه، يجد آثارا كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، بعض وصايا الصحابة رضي الله عنهم لما حضرهم منها عن حذيفة رضي الله عنه قال إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، لا تعلموا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون معي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. طيب موضوع النعي هذا سيأتينا بعد قليل إن شاء الله بعد ثلاث أربع صفحات كده سيأتينا الكلام على النعي الجائز والنعي المحرم، وخلاصته يعني أن النعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو النعي الذي يكون على صفة نعي أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانت لهم طريقة أنه إذا مات الميت يرسلون موكبا يمر في الطرقات ويصيحون، وربما يعني سيستعملوا قبلا أو آلة ويصيحون مات فلان فلان الذي كان كذا وكذا، وينسبون إليه أشياء ربما تكون بالكذب ليس من أفعال، وأشياء تكون على سبيل المباهات والتفاخر وكذا والتعالي على الآخرين أشياء من هذا القبيل يعني. فالنعي المنهي عنه هو الذي يكون على سبيل المباهات والتفاخر، ليس بغرض الإعلام بوفاة الميت وإخبار مثلا أن كان رجل صالح أن كذا حتى يعني يستغفر الناس له ويقولون الخير وكذا، وإنما النعي الذي يكون على سبيل المباهات وفي غلو في الميت وإطراء بما فيه يعني الفاظ غير جائزه مرات تستعمله من كان السند وسنده هو الذي كان ومن الذي يطعمهم بعده ومن الذي يرجو كذا، اشياء فيها ظهور وكذلك ما يكون على سبيل المباهات والتفاخر بين الناس والتعالي على الاخرين وكذا. ومن هذا الباب يعني قد يدخل في النعي المنهي عنه من هذا الباب يعني المبالغه في الاعلانات في الجرائد، التفاخر يعني بحجز مثلا صفحات ومساحات يعني كبيرة في الجرائد والإعلام بالخط العريض وذكر مناقب للشخص مثلا المقريب فلان المقريب فلان على سبيل المباهاة، وكثير من الأحيان يعني بعض أقارب المتوفى يفعلون هذا من أموال الورثة يعني من مال الميت، فيبددون مال الميت، كل الميت له أطفال صغار أحوج إلى هذا المال فيبددونه في المظاهر التي فيها تفاخر يعني بأسرتهم وبأمهم على حساب مثلا ذريتها. النعي الذي غرضه التفاخر والتعالي والمباهاة وكذا هذا الذي يعني ينهى عنه، اما النعي الذي غرضه الاعلام فهذا جائز يعني، وورد فيه احاديث سياتينا بعد ذلك يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخا صالحا لكم من الحبشه مات اليوم اصحابه وكذا، واخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته وكذا. مساله الاعلام بوفاه الميت واخبار الناس بذلك ليشهدوا جنازته وليزوروا قبره ويدعو له بالخير وكذا هذا لا حرج فيه. فإذا يحمل يعني كلام حذيفة رضي الله عنه ينهاهم عن النعي اللي هو
طريقة الجاهلية. يعني كما ذكرنا هو ما يكون لغرض يعني الإعلام بوفاة الميت ودعوة الناس لذكره بالخير والدعاء له بالرحمة وكذا، هو غرضه الإخبار فهذا لا حرج فيه. ما يكون غرضه التفاخر والمباهاة وكذا يدخل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولهذا قال النووي رحمه الله في الأذكار، النووي في كتاب الأذكار قال ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيه باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز ويؤكد العهد بذلك. يعني نلاحظ أنه قال يستحب، يعني المؤلف قال من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز على السنة، لكن عبارة الإمام النووي يعمل على أحسن، يعني يقول هذا من المستحب استحبابا مؤكدا. طيب قال تلقين المحتضر، تلقين المحتضر هو ماشي الخطوات، يعني ايه خطوه خطوه، يعني نتكلم الان على المريض مرض الموت والوصيه هذا كله قبل الموت. يعني قال تلقين المحتضر، مساله رقم 13. قال فاذا حضره الموت فعلى من عنده امور، الف ان يلقنوه الشهاده بقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. يعني ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة حتى لو كان والعياذ بالله يعني له ذنوب يعني لم يشأ الله تعالى أن يغفرها له، لم يكن له يعني مصائب مكفره ولا حسنات ناحيه ولا شاء الله ان يعفو عنه، فقد يعذب في النار مده ثم يخرج منها باذن الله طالما ختم له بكلمه لا اله الا الله، فمآله الى الجنه، اما ان يدخلها الناس يعني المؤمنون يدخلون الجنه اما بغير حساب ولا عذاب او بحساب بلا عذاب او بحساب وعذاب. المؤمنون ثلاث درجات، يعني صنف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، صنف يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة، وصنف يعني يحاسبون حسابا عسيرا ويعذبون في النار فترة ثم يخرجون منها بإذن الله تعالى. فكل من قال لا إله إلا الله فما آلوه إلى الجنة إن شاء الله، يعني يدخلون منها. قال باء وجيم أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا، أن يدعو له الذين يكونون بجوار المحتضر، قال محتضر أو محتضر، يعني محتضر أو محتضر، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول، هو حضر الموت وحضره الموت وحضرته الملائكة، فأن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يؤمنون على ما تقولون. ثم شرح معنى التلقين، ما معنى تلقين الشهادة، هنا ذكر إيه أنه مما يشرع يعني عند المحتضر تلقين الشهادة والدعاء له والتكلم بخير في حضوره، والملائكة يكونون موجودين، الملائكة الذين يأتون لقبض الأرواح يكونون موجودين في نفس الحجرة التي فيها المحتضر ينتظرون ساعة اللحظة التي حددت لهم لقبض الروح ويؤمنون على دعاء الموجودين، لذلك يستحب يعني الدعاء له بالخير في حضوره والملائكة يعني يؤمنون ويرجى بركة في تأمينهم إن شاء الله. قال وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض. يقول يعني من الأخطاء الشائعة أن البعض يكون بجوار الميت يظلون يقولون لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني الناس الموجودون بجوار الميت، لكن الميت بجوار المحتضر يعني لسه ما مات بعد يعني، لكن لا يأمرونه، من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس لا يأمرونه أن يقول لا إله إلا الله، والمطلوب أن هو نفسه المحتضر
أنه يقول لا إله إلا الله حتى يختم له، مش بس أنه يسمعها من الحاضرين، فعليه أن يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله لتكون الآخرة كريمة. وذكر الفقهاء يعني في هذا في صفة التمكين أنه يستحب أن يعني يوكل به شخص بالمحتضر، أن يوكل به يعني شخص أو أكثر، أنهم يكونون بجواره يراقبونه يعني، فيقولون له قل لا إله إلا الله، فإذا قالها ولم يتكلم بعدها بشيء من أمر الدنيا فلا يلحون عليه، يعني لا يضجرونه بتكرارها، يعني لا يضجرونه بتكرارها، هم يقول لا إله إلا الله وهم يراقبونه أنها آخر كلمة قالها، فإذا تكلم بشيء من أمر الدنيا فيعودون إيه بتذكيره، يقولون له قل لا إله إلا الله بحيث تكون آخر كلمة له، يعني مرات إيه الموجودون عند المحتضر قال له قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، بعدها قال إيه ناولوني ماء أحضروا لي كذا مش عارف، تكلم بأي شيء من أمر الدنيا يعني، تكلم بشيء من أمر الدنيا، فيعودون مرة أخرى يقولون له قل لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامك، ثم يعني يسكتون أو كذا، طالما إيه لم يتكلم بشيء من أمر الدنيا بعدها فيتركونه، إذا كان يذكر الله ويتلو القرآن أو كذا لا يضر، يعتبر آخر كلامه لا إله إلا الله طالما لم يتكلم بعدها بشيء من أمر الدنيا، حتى لو ذكر الله أو تلا القرآن أو فعل شيء من الخير فكانت آخر كلامه ولم يفعل بعدها إلا خير، لكن إذا تكلم بشيء من أمر الدنيا يذكرونه مرة أخرى يقول له قل لا إله إلا الله حتى يعود ويقول له محمد سامع. قال والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم؟ الصحابي الأنصاري يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم؟ يعني الأنصار هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام أو أعمامه، لأن بنو النجار قوم من الأنصار لهم قرابة مع النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أمه آمنة، أم النبي عليه الصلاة والسلام كان لها صلة قرابة من جهة بني النجار، فالنبي عليه الصلاة والسلام عدهم أخوالهم من هذه الجهة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للأنصار يا خال، يعني اعتبر الأنصار أخواله لأنهم أقارب أمه، الأخوال بصفة عامة قرابة الأم، يعني قد لا ليس بالضرورة أن يكون الأخ المباشر يعني للأم، ولكن هي قرابة الأم، فالأم لها قرابة يعني مع الأنصار، فقال أخال أم عم؟ قال بل خال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل خال، قال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال خير لي أن أقول لا إله إلا الله، قال نعم، فالشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصاري المحتضر قل لا إله إلا الله، فهذا الترك يقول للمحتضر قل لا إله إلا الله كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة عشرة، قال وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح حديثه، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها وقال أليس الميت امرأ مسلما، وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن، هذه ابن عبد الرحمن أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أبوه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين، وأبو سلمة من الفقهاء الكبار من فقهاء التابعين من فقهاء المدينة الكبار يعني رحمه الله. فالآن سعيد بن المسيب رحمه الله الذي هو يعني أفضل التابعين أو سيد التابعين رحمه الله، وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن، فغشي على سعيد، كان سعيد بن المسيب في مرض موته وغشي عليه، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة، فأبو سلمة بن عبد الرحمن أمر بتحويل فراش سعيد إلى جهة القبلة بحيث يكون وجهه إلى جهة القبلة، يعني
يعني مثلا الآن القبلة هكذا، فيكون هنا رأسه وهنا إيه قدماه، وهو على جنبه الأيمن، يعني يكون يستقبلها من القبلة. فكان مغشيا عليه، فلما قال فأفاق سعيد بن المسيب رحمه الله، فقال حولتم فراشي؟ فقالوا نعم. فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه بعلمك، شكلك أنت اللي طلبت منهم هذا الطلب يعني. فقال أنا أمرتهم، فقال له سلمة أنا أمرتهم أن يوجهوك إلى القبلة. فأمر سعيد أن يعاد فراشه، فأمر سعيد أن يعاد فراشه كما كان. فهنا المؤلف رحمه الله اختار مذهب سعيد بن المسيب رحمه الله، واضح هنا أن المسألة خلافية يعني بين التابعيين الجليلين، يعني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة يستحب توجيه المحتضر إلى القبلة حتى يقبض روحه وهو متوجه إلى القبلة. سعيد بن المسيب لا يرى استحباب ذلك وكرهه، وقال أليس امرأة مسلمة؟ وقال أعيد فراشي كما كان، فكان لا يرى استحباب ذلك. في الحقيقة هذه المسألة هي إحنا عندنا مسألتين، مسألة قراءة ياسين ومسألة التوجيه إلى القبلة. بالنسبة لتوجيه المحتضر إلى القبلة استحبه، يعني بالإضافة إلى أبي سلمة أيضا استحبه عطاء ابن أبي رباح وإبراهيم النخعي رحمهم الله من فقهاء التابعين، ومالك والأوزاعي، والإمام مالك والإمام الأوزاعي، كل هؤلاء استحبوا توجيه المحتضر إلى القبلة حتى يقبض روحه وهو متوجه إليه. وورد في ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه، سيأتينا هذا الحديث بعد ذلك، أن حذيفة رضي الله عنه قال وجهوني إلى القبلة، قال حذيفة وجهوني إلى القبلة، وهو يعني في مرض موته رضي الله عنه عند الاحتضار قال وجهوني إلى القبلة. فهذا يحتمل تفسيرين، يعني قول حذيفة هنا وجهوني إلى القبلة، التفسير الأول هو وجهوني يعني قبل الموت حتى يموت وهو مستقبل القبلة، والتفسير الثاني أن يكون المقصود به توجيهه إلى القبلة بعد الوفاة بحيث يدفن موجها وجهه إلى القبلة. طبعا القبور يعني توجه إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات، قبلتكم أحياء وأموات. وفي الحديث أيضا أن الصحابي الكريم البراء بن المعرور رضي الله عنه، البراء بن المعرور رضي الله عنه كان من سادات الأنصار، كان سيد بني سلمة رضي الله عنه، وكان نقيب بني سلمة في بيعة العقبة الأولى لما بايع 12 رجلا من الأنصار، وكان فكان منهم البراء بن المعرور، كان نقيب بني سلمة، يعني كل قوم اختاروا رجلا منهم ليبايعوا المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال بعثوا لي 12 نقيبا، فبنو سلمة قدموا سيدهم البراء بن المعرور رضي الله عنه. فكان يصلي البراء بن المعرور رضي الله عنه في سيرته الغريبة، يعني أنه كان توفي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بشهر، توفي في شهر صفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع، يعني توفي قبل الهجرة بشهر تقريبا. فالبراء رضي الله عنه كان وهو في المدينة، يعني رضي الله عنه وأرضاه، أمر بتوجيهه إلى الكعبة. ورد أنه صلى إلى الكعبة رضي الله عنه، كان مرات يصلي الكعبة قبل أن يشرع تحول القبلة إلى الكعبة، كانت القبلة لا تزال إلى بيت المقدس حتى بعد الهجرة 17 شهرا تقريبا، ولكنه ظل كان يصلي إلى الكعبة. ولما حضرته الوفاة قال وجهوني، استقبلوا بي ناحية الكعبة، فدفنوه مستقبل الكعبة رضي الله عنه، مات قبل الهجرة وقبل تحويل القبلة، ولكن أمر أن يوجه إلى الكعبة ودفنوه موجها إليها. فمسألة توجيه الميت إلى الكعبة هذه محل اتفاق بين العلماء، بس توجيه المحتضر إلى الكعبة قبل الموت بحيث يموت وهو متوجه إلى الكعبة هذه التي وقع فيها الخلاف، استحبها طائفة السلف والفقهاء وكرهها طائفة الفقهاء.
طيب، أما بالنسبة لمسألة قراءة سورة ياسين على المحتضر، قراءة سورة ياسين على المحتضر قبل الموت، فهذه أيضا من مسائل الخلاف. يعني الشيخ رحمه الله اختار عدم استحباب قراءة سورة ياسين على المحتضر، لكن في الحقيقة يعني مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، الحنفية والشافعية والحنابلة، هو ما يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، كل هؤلاء يستحبون تلاوة سورة ياسين على المحتضر قبل الموت. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها تسهل قبض الروح، يعني تسهل قبض روح المحتضر. وورد في هذا حديث موقوف، يعني أثر عن صحابي كريم اسمه غضيف بن الحارث الثمالي، غضيف بن الحارث الثمالي رضي الله عنه، لما حضرته الوفاة قال: هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ فقرأ عليه صالح بن شريك السكوني من التابعين رحمه الله، فقرأ عليه سورة ياسين، فلما بلغ 40 آية منها قبض. غضيف بن الحارث الصحابي الكريم رضي الله عنه. وهذا الأثر حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، رواه الإمام أحمد في مسنده، الحافظ ابن حجر رحمه الله حسن إسناده وآخرون يعني قبضوا، وأخذ به جمهور الفقهاء كما ذكرنا، يعني عدا المالكي. المؤلف يأخذ بمذهب الإمام مالك في هذا الباب. الإمام مالك رحمه الله كره قراءة ياسين عند المحتضر، وقال: ليس من عمل الناس، قال: ليس من عمل الناس، كأنه لم يكن عمل أهل المدينة يعني في زمنه. فالإمام مالك لا يرى، كره قراءة ياسين على المحتضر. الصواب في هذا الباب والله أعلم ما عليه الجمهور، يعني الحديث حديث حسن، الأثر الموقوف عن غضيف بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. فهذا ما يتعلق بقراءة ياسين. أما بعد الموت، ورد هناك حديث اللي هو حديث معقل بن يسار رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم، قال: اقرأوا ياسين على موتاكم. فهذا الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف، ولذلك الصواب أنه لا يستحب قراءة ياسين بعد الموت، يعني بعد الموت، وإنما الاستحباب وقراءتها على المحتضر قبل أن يموت، إلى أن تقبض روحه. فلنرجع مرة أخرى للمسألة 16. قال: ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض عليه الإسلام رجاء أن يسلم، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. الغلام عليه الصلاة والسلام، لأن الغلام اليهودي النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يعوده وهو مرض بالوفاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للغلام اليهودي، يقول له: أسلم. فالغلام نظر إلى أبيه فأبوه قال له: أطع أبا القاسم، فأسلم. فبعد ذلك فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أو أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. في بعض الروايات قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. قال: فلما مات قال: صلوا على صاحبكم. فلم يلبث هذا الغلام اليهودي أن مات، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. أيضا هو تنبيه، يعني بعض الناس يعني يزعمون أن هذا اليهودي أنه كان يلقي القمامة عند باب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يزيل القمامة ومش عارف كذا إلى آخره، هذا لم يثبت في شيء، يعني لا أصل له، يعني لا أصل له أن أحد كان يلقي القمامة عند باب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يشيل القمامة ومش عارف. هذا الكلام يعني يحكيه بعض القصاص كذا، وليس له أي أساس، يعني ورد في شيء. الغلام اليهودي هذا غلام ورد أنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، نفس الغلام هذا
ولم كان احيانا يخدم النبي عليه الصلاه والسلام، فكافاه المصطفى عليه الصلاه والسلام، مش انه كان مزين ولا انه كان كذا، كان فالشاهد انه لا حرج يعني في حضور وفاه الكافر ودعوته الى الاسلام. ايضا هناك لما حضر النبي عليه الصلاه والسلام وفاه عمه ابي طالب، قال يا عم قل لا اله الا الله فانك ان اشفع لك بها عند الله، في الحديث المعروف يعني. قال ما على الحاضرين بعد موته، يمشي الخطوات يعني خطوه خطوه، تكلمنا عن المحتضر، تلقين المحتضر، الآن المحتضر توفي ومات، يعني ما الذي يلزم عمله بعد الموت؟ قال فإذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء، ألف وباء، أن يغمضوا عينيه ويدعوا له أيضا، يعني دعاء له قبل الموت والدعاء له بعد الموت أيضا، والملائكة يؤمنون يعني أن يغمضوا عينيه ويدعو له أيضا. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، ارتفعت أصواتهم يعني بالصياح بالبكاء يعني أو كذا يعني بالبكاء، فالبكاء المشروع يعني هو ليس فيه يعني صياح ولا صراخ ولا كذا، البكاء مشروع. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال لأن بعض الناس يعني عند الوفاة ربما إيه دعوا على أنفسهم بالموت، يلحقوا بالميت مرات مثلا بعض الجهال يعني مثلا إذا مات المرأة إذا مات زوجها ولا كذا تصلي مثلا تتكلم بكلام مثلا الحياة بعدك من هالشكل، ولا تريد يا رب أموت مثلا أو تدعو على نفسها مثلا بضرر أو بسوء أو بكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك يعني قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير يعني ولكن ادعوا بالخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. فهذا من دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام للمتوفى يعني عقب الوفاة مباشرة، وإذا دعا أحد وأمن الحاضرون لباسه. بالنسبة لتغميض العينين ف يغمض عينيه أرفق الناس به، قال الفقهاء الذي يغمض عيني الميت أرفق الناس به رجلا أو امرأة من محارمه. وكره علقمة والشافعي، علقمة من فقهاء التابعين أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، والإمام الشافعي رحمه الله كرهوا أن يغمضه حائض أو جنب أو يقربه حائض أو جنب، يعني علقمة. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله أخذ بهذا، كانوا يكرهون أن يمس الميت حائض أو جنب، فلا يغمض عينيه يعني رجل جنب ولا يعني جنب رجل ولا حائض يعني ولا امرأة حائض، فيراعى هذا الأمر يعني على مذهب الإمام الشافعي. يعني الجمهور لم يأخذوا بهذا، قالوا ليس هناك حديث يعني مرفوع، لكن الشافعي يعني عمل بهذا الأثر يعني كأثر عن التابعي لعله يعني لعله علقمة وتلميذ ابن مسعود يعني لعله سمع فيه شيئا من ابن مسعود. قال جيم أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبرة، والبرد الحبرة نوع من البرود نوع من الثياب مخطط فيه خطوط بيضاء وسوداء، مخطط أبيض فأسود يعني خط أبيض وخط أسود، فهو ثوب كبير يعني يلبس فوق الثياب يعني زي العباءة أو البشت أو
اللي هي الثوب الكبير كده اللي يلبس فوق الثياب التي تحت يتزين به. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي سجية يعني غطية ببردة حبر، حبرة على وزن عنبة حبرة. قال وهذا في غير من مات محرما، فإن المحرم لا يغطى رأسه ووجهه. إذا المتوفى إذا لم يكن محرما غطي جميع بدنه بما في ذلك الرأس والوجه، أما إذا كان محرما فيغطى يعني جميع بدنه عدا الرأس والوجه، لأن المحرم يأخذ أحكام الإحرام بعد الموت، والمحرم ينهى في إحرامه عن تغطية الرأس والوجه، هذه من محظورات الإحرام. وقال صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا الحديث، قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، وقصته يعني رفسته برجلها يعني داست عليه برجلها فمات، أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه اللذين أحرم فيهم. والسدر اللي هو ورق شجرة النبق، شجرة يقال لها شجرة النبق، مش عارف إذا تعرفونها نوعها، وورق هذه الشجرة اللي هو يقال لها شجرة السدر أو النبق، وورقها يعني له رغوة، إذا يعني غسل بالماء يعمل رغوة كده تساعد في التنظيف يعني. فقال اغسلوه بماء وسدر، فالسدر يساعد في التنظيف، وكما سيأتي يقوم مقامه الصابون والشيء يعني يستعمل له رغوة ليساعد في التنظيف يعني. قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، أو قال في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا تحنطوه. الحنوط اللي هو طيب الموتى، الطيب الذي يطيب به الموتى، وقال له الحنوط، فقال ولا تحنطوا يعني لا تطيبوا، وفي رواية لا تطيبوا، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، لا تغطوا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المحرم يبعث في أرض المحشر يوم القيامة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، في وسط أرض المحشر يلبي بين الناس يعني. الحديث يبعث الإنسان على ما مات عليه، يعني مات محرما يبعث يلبي يوم القيامة. المسألة رقم ها، قال أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أسرعوا بالجنازة الحديث. قال وسيأتي بتمامه في المسألة رقم 50. فيقول يعني مما يشرع يعني ويستحب التعجيل بتجهيز الميت، وطبعا تجهيز الميت هو التغسيل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن، يعني أربعة أشياء، التغسيل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن. فيستحب التعجيل بهذه إذا بان الموت. ورد في هذا أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. عجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم، مقصود هنا الجيفة هي الجسد المتوفى يعني، أن تحبس بين ظهراني. قال الإمام أحمد رحمه الله ربما تغير في الصيف في اليوم والليلة. الإمام أحمد يقول ربما تغير يعني الميت ربما تغير في الصيف في اليوم والليلة، يعني لو تأخر يوم وليلة ممكن في الصيف يتغير بدنه يعني تخرج منه الرائحة الكريهة وكذا، لا ينبغي أن يؤخر إلى هذا الوقت. فهذا يبين يعني أن العلة في الأمر بتعجيل دفن وتجهيزه وكذا خشية أن يتغير بدنه،
خشية أن يتغير بدنه وحتى يدفن وهو على أطيب الحال. لكن قال الإمام ابن قدامة رحمه الله، قال لا بأس أن ينتظر بها قدر ما يجتمع به من يؤمن دعاءهم. لا بأس أن ينتظر بها قدر ما يجتمع من يؤمن دعاءهم، يعني القصد أنه لا بأس. وذكر يعني من الصحابة رضي الله عنهم أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فورد يعني ما يفيد جواز تأخير دفن المتوفى وكذا، وأن خاصة إذا كان يرجى يعني حضور أهله، وكلما صلى عليه عدد أكبر يعني شهدوا له الخير وشفعوا له، يعني يكون هذا إن شاء الله فيه نفع له. لكن بقدر ألا بما لا يتغير به بدن المتوفى. في الوقت الحاضر الآن يعني مع وجود الثلاجات أو كذا، يعني لا بأس إذا أخر الدفن مثلا يوما أو يومين، أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثلا لحضور قرابته واجتماع الناس أو علمهم بذلك أو كذا، إذا دعت مصلحة يعني، إذا لم توجد مصلحة في التأخير كل الناس كل قرابته يعني موجودون والمصلون عليه حاضرون، ليس هناك سبب يدعو إلى التأخير، فالأصل هو استحباب التعجيل بالدفن في أسرع فرصة يعني. لكن إذا كان هناك سبب يدعو إلى التعجيل إلى التأخير وأمن تغير الميت فلا حرج يعني في التأخير لمصلحة، إذا أمن تغير الميت بأن كان في ثلاجة أو جو بارد أو كان في شيخ أسباب وفاته أو تشخيص مرضه. نعم، من الأسباب أيضا التي قد تدعو إلى تأجيل الدفن قليلا أن يكون هناك مثلا شك في أن يكون مات مقتولا أو كذا، وهناك تحريات مثلا في معرفة سبب الوفاة أو من الحكومة أو كذا إلى آخره. هذه من المصالح يعني التي لا بأس بتأجيل الوفاة قليلا إذا دعت الحاجة إلى التأخير يعني سبب الوفاة. لكن إذا لم يكن هناك حاجة تدعو إلى التأخير فالسنة التعجيل بالحديث الذي ذكرناه. قال رقم واو، قال أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره، لأنه ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفنا في مكانه. هذا يفيد أن الأولى أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيه، وأنه ينبغي أن لا ينقل يعني، إلا إذا نقل إلى مكان قريب وكان النقل مثلا بالسيارة أو وسيلة مواصلات سريعة بحيث يؤمن التغير يعني. وأيضا علة في عدم النقل أنه مظنة لتغير البدن، فإذا لم تدعو حاجة إلى النقل الأولى أنه يدفن في المكان الذي هو فيه. إذا كان مثلاً مات في بلد يعني قريب من الحرمين أو كذا، وأراد أن يدفن في المدينة أو في البقيع أو ومسافة قريبة أو كذا لا بأس، إذا كانت مسافة بعيدة فالأولى أن يدفن في المكان الذي مات فيه يعني. حتى لو مات في يعني مرات بعض الناس إذا مات هنا في أمريكا أو كذا يوصون أن يدفنوا في بلادهم الإسلامية أو كذا، فيكون في حرج على الورقة ومشقة على النقل. مسألة النقل بالطيران أيضا فيها إشكالية أخرى، وهي أنهم يشقون بطن الميت ويخرجون أحشائه، يعني قوانين الطيران لا تسمح بالسفر والأحشاء الميت في الأمعاء والمعدة، فيشقون بطنه ويطلعوا كل الجهاز الهضمي والأحشاء وكذا ويتخلصون منها. ففيه يعني تمثيل بالميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا، فجرح الميت يعني كجرح الحي يعني لا يجوز الا لحاجه او ضروره تدعو الى ذلك يعني في حاله مثلا تشريح او حاله كذا. لكن اذا لم تدعو الحاجه الى هذا يعني فهذا بدون سبب يعني، بس عشان ينقل الى مكان اخر. ثم كذلك يعني تكلفة النقل للطيران حوالي 10,000 دولار تقريبا. مرات بعض الناس يوصي أنه يدفن في
يكون من بلد إسلامي ومات هنا ويوصي أنه يدفن في بلده. ففي مشقة يعني بتحميل الناس هذه الأجرة الكبيرة، وقد تؤخذ من ميراث أولاده أحوج إلى هذا المال، أو تكلفة المسلمين بجمع هذا المبلغ. فمثل هذه الوصية يعني الصواب أنه لا يعمل بها. وحضرنا مرة الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني كان أخ توفي في الرياض، وكان أوصى أن ينقل إلى المدينة، يعني الرياض إلى المدينة حوالي 1000 كيلومتر تقريبا. فالشيخ قال يعني لا يعمل بهذه الوصية، يعني أفتى سألناه يعني قال لا يعمل بهذه الوصية ويدفن حيث مات يعني في الرياض. فيعتبر هذه من الوصايا التي يعني لا يعمل بها، حتى لو أوصى بها لا يعمل بها، يعني يدفن حيث مات. كذلك هناك يعني الإنسان إذا دفن بعيدا عن البلد التي ولد فيها فقد يكون هذا زيادة في أجله. يعني ورد في الحديث قال قيسوا ما بين منقطع أثره ومسقط رأسه، فيكون يعني له من الجنة بقدر ما بين البلدين أو كذا، يعني فيكون زيادة في أجل إن شاء الله إذا مات بعيدا عن بلده، فإنه يقاس يعني ما بين البلد التي ولد فيها والبلد التي مات فيها، ويعطى من الجنة يعني مثل هذه المسافة أو كما ورد في الحديث يعني إن شاء الله. وفي الأثر برضو قال إن الأرض لما كان أبو الدرداء رضي الله عنه كان بعث إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه، كان سلمان الفارسي رضي الله عنه في العراق، وأبو الدرداء كان بالشام، وأبو الدرداء كان أخذ لسلمان لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنه، فكان بينهما مودة وأخوة يعني. فأبو الدرداء بعث إلى سلمان وقال هلم إلى الأرض المقدسة، بعث له رسالة كتابا يعني يقول هلم إلى الأرض المقدسة، تعال إلى الشام واسكن في الشام. فأجابه سلمان رضي الله عنه قال يعني قال أما بعد فإن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، قال فإن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، عمل الإنسان هو الذي ينفع يعني. هذا هو صلاح الخلاصة يعني إن شاء الله يدفن هنا، حتى لو أوصى أن ينقل لا يعمل بهذه الوصية يعني يدفن إن شاء الله. طيب بعدها قال قال النووي في الأذكار وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون. نعم ذكرنا في فتوى الشيخ باز حتى لو أصلا ينقل إلى المدينة فقال لا يعمل بها ويدفن حيث. احنا ذكرنا إلا إذا كان مثلا قريبا لو شخص مثلا مات في مثلا في جدة وأصلا ينقل إلى مكة ولا في على بعد 100 كيلو 200 كيلو بالسيارة مسافة ساعة ساعتين لا بأس يعني، لكن إذا كان نقل بعيد ولا بالطيارة ولا كذا فلا يعمل. طيب مسألة زاي قال أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائهم، فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز. وفي ذلك أحاديث تراها في الأصل، كتاب الأصل كتاب أحكام الجنائز الأصلي، ذكر فيه أحاديث يعني من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه توفي، فقالوا عليه دين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين، قالوا عليه ديناران، كان مدينا بدينارين، فقال صلوا على صاحبكم، يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يعلمهم يعني. قالوا كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام، وقال من مات وعليه دين فإلي وعلي، يعني لما وسع الله على المسلمين كان صار النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على المدين ويقضي عنه دينه عليه الصلاة والسلام، كان يقضي من مال المسلمين الديون إذا كان صح. فقال من مات وله مال فلورثته، ومن مات وعليه دين فعلي وإليه، كان يقول عليه الصلاة والسلام.
لكن في اول الامر يعني حديث ابي قتاده هذا في اول الامر يعني كان المسلمين قله يعني في المال وكذا. فمات الرجل وعليه دينارات فقال صلوا على صاحبكم، يعني اراد ترهيبهم من الايه؟ المماطله في اداء الحقوق وتحميل الذمه بديون وكذا حتى يموت. فقال ابو قتاده رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله، ابو قتاده الانصاري رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله. فلما قال ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم من الغد اليوم اللي بعده مباشرة، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت الديناران؟ يسأل أبو قتادة فتعهدت أنك تقضي الدينارين؟ قال قضيتهما يا رسول الله، قال قضيتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسدد فعلا الدينارين وأعطاهم صاحب الحق. النبي بيتابع يعني؟ بيتابع عليه الصلاة والسلام، مش بس يعني كلمة وخلاص، لا يتابع تاني يوم يشوف ايه اللي حصل في الموضوع صلى الله عليه وسلم. فاذا يعني ايه كما ذكر هنا يقول طيب اذا المتوفى ترك مالا وعليه دين، فكما في ايه الميراث الله سبحانه وتعالى قسم المواريث لكن قال ايه من بعد وصيه يوصى بها او دين، يوصي بها او دين، توصون بها او دين، يوصين بها اربع مرات يعني تكررت في الايه. فإذا الميراث يكون بعد الوصايا والديون. فمعناها أن وهنا طيب الوصايا والديون أيهما أولا؟ الديون الأول، لأن الديون حق واجب، الوصية تبرع. الوصية طبعا نتكلم عن الوصية اللي هي لغير الورثة يعني هي هبة وتبرع. لكن الديون حق واجب. فالديون قبل الوصية. الديون تكون قبل الوصية، وإن كانت الوصية قدمت في الذكر في الآية يعني قالوا يعني الحكمة هنا في تقديمها في الذكر في الآية لأن الديون لها من يطالب بها، هذه حقوق وأصحابها يأتون ويطالبون ويدافعون عن حقوقهم، لكن الوصية تبرع فغالبا يستحي أهل الموصى لهم وكذا وربما استحيوا من المطالبة بحقهم يعني شيء على سبيل التبرع وكذا، فأكد الله تعالى عليهم الوصية مقدمة. لكن إذا تعارض الأمر يعني شخص مثلا ترك $1,000 وعليه دين $1,000 وأوصى لبعض أقارب من غير الورثة أو أوصى حتى لأجنبي من غير أو الجهة الخيرية $1,000 مثلا، فهنا الدين أولا، إذا الدين استنفد التركة ونفدت الأموال خلاص تسقط الوصية ويسقط الميراث ويبدأ بالديون. مرات يكون المال أقل من الديون التي عليه، فيكون كل واحد من أصحاب الديون يأخذ حصة يعني من دينه. مثلا لو رجل ترك ألف دولار ماشي، وعليه لزيد 5,000، وعليه لعم 3,000، وعليه مثلا لبكر عليه 2,000 لبكر مثلا، هو مدين ب10,000 بس التركة 1,000، نسبة 1,000 إلى 10 كم؟ نسبة إيه؟ 1 إلى 10، العشر أو 10%. فمعناها أن هنا يسدد لكل واحد من أصحاب الحقوق يأخذ 10% من مستحقاته، يعني الذي لو 5,000 إن هو التركة ينظر يعني حس نسبة التركة إلى مجموع الديون، فلو التركة يعني 10% من مجموع الديون اللي عليه، ترك 1,000 وعليه 10,000، فمعناها ان كل واحد ياخذ 10%، الذي له 5,000 ياخذ كم؟ 500، واللي له 3,000 ياخذ 300، واللي له 2,000 ياخذ 200، كل واحد اخذ ايه 10% منه، ويظل اما دينا بالباقي بقى اما يسامحوا فيه او يطلبوا يعني ورثته ان يسددوا عن ابيه اذا ارادوا. طيب نرجع هنا فيقول يعني يقضى دينه من ماله حتى لو الديون أتت على المال كله، إذا لم يكن له مال فعلى الدولة تقضي ما عليه إذا كان هو يعني حاول القضاء وسعى فيه لكن قدر الله أنه مات ولم يترك ما يسدد الدين فالدولة تقضي عنه. فإذا لم تفعل الدولة ولم تقضي ما عليه من الديون فينبغي يعني ويستحب أن يتطوع بعض المسلمين بقضاء ما عليه كما فعل أبو قتادة رضي الله عنه، تطوع بقضاء
الدين الذي على المتوفى، وأيضا أصحاب الديون إذا تنازلوا عن حقهم جزاهم الله خيرا، إذا لم يتنازلوا ورغب بعض المسلمين أن يتبرع بإبراء ذمة المتوفى فهذا من العمل الصالح إن شاء الله. قال: ما يجوز للحاضرين وغيرهم؟ قال: ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله بين عينيه لتقبيل أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كشف عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا ميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأمر الجائز. والبكاء عليه 3 أيام لحديث عائشة رضي الله عنها، الحديث صحيح صحيح لدرجة الحديث، يمكن كانت موضوع من قوسين بس الأقواس ما تتعبش يعني. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح، اسم موضع في المدينة كان فيه مسكن أبي بكر رضي الله عنه، حتى نزل فدخل على المسجد وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كما تعلمون عمر رضي الله عنه وقف في المسجد خطيبا واجتمع الناس وقال: إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإنما ذهب يلاقي ربه كما ذهب موسى عليه السلام للقاء ربه، ومن زعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه، فصابه ذهول يعني رضي الله عنه وأرضاه، فجلس يعني يخطب في الناس ويكلمهم بهذا الكلام. فأبو بكر رضي الله عنه جاء وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى عمر ودخل البيت، دخل على عائشة رضي الله عنها، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم، قصده، تيمم يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجل ببردة حبرة. عرفنا البردة اللي زي البشت أو العباءة اللي توضع فوق الثياب يتغطى، وحبرة يعني مخططة أبيض في السود يعني خط أبيض وخط أسود. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله بين عينيه ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها أو متها، وفي روايات لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها، لأن الله تعالى قال: إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كتبت عليه موتة يعني لابد أن يموتها، فقال: أما الموتة التي عليك فقد متها ولا يجمع الله عليك موتتين. وحديث عبد الله الشاهد هنا أن أبا بكر كشف عن وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام وقبل ما بين عينيه فدل على جوازه. وحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. الحديث أخي هنا يعني أخي في الله يعني هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، هو ابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام، والأخوة أيضا يعني هو ابن عمه وقريبون من النسب. عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام تربى في بيت أبي طالب مع أولاد أبي طالب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد وفاة جعفر رضي الله عنه فأمهل أهله 3، تركهم يبكون عليه 3 أيام، ثم بعد اليوم 3 دخل عليهم وقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. الحديث قال: وسيأتي لفظه في التعزية إن شاء الله تعالى. لكن البكاء يعني جائز، يعني البكاء إذا بكى بعد 3 فهو جائز، لكن الأولى هو يعني توقف عن البكاء بعد 3. قال: وحديث أنس رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الحديث صحيح يعني صحيح الحديث اللي جاينا، كل الأحاديث بصفة عامة مؤلف كما بين في المقدمة، يعني كل ما ذكره من الأحاديث هنا
هو صحيح يعني أبو حسن على الشروط المؤلف يعني رحمه الله لم يذكر حديثا إلا صحيحا أبو حسن، وتخرجها يرجع إليه في المسألة. قال وحديث أنس رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، هو إبراهيم ابن النبي، إبراهيم هنا اللي هو ابن النبي عليه الصلاة والسلام، هنا يسلم علينا آل البيت يسلم علينا يعني صلى نقول الله كما صليت على آل صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل، فآل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يسلم عليهم. فقال يعني أبو سيف رضي الله عنه كان ظئرا لإبراهيم عليه السلام أي زوج مرضعة إبراهيم، الظئر تطلق على المرضعة وزوج المرضعة، المرضعة يقال لها ظئر وزوج المرضعة يقال له ظئر أيضا، فأبو سيف هذا كان ظئرا لإبراهيم وكان زوجا لمرضعة إبراهيم ابن النبي عليه السلام. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه يعني أدناه من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام وقبله، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، دخلنا عليه بعد ذلك إبراهيم يجود بنفسه وهو يعني في الاحتضان، فجعت أو فجعلت معلش فجعلت فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن عوف إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى يعني دمعت عينه صلى الله عليه وسلم بكى مرة أخرى، فقال إن العين لا تدمع والقلب لا والقلب يحزن ولا نقول إلا نرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بكى على وفاة ابنه إبراهيم رضي الله عنه ورحمه الله، كان طفلا صغيرا يعني دون السنتين وقت وفاته رضي الله عنه، فدل ذلك على جواز البكاء على الميت، لأن هناك بعض الحديث فيها النهي عن البكاء على الميت، فتحمل هذه الحديث التي فيها النهي عن البكاء على أنه البكاء الذي فيه مواحن أو فيه صراخ أو صياح أو فيه تكلم بما لا ينبغي أو كذا، أما البكاء الذي هو دمع العين يعني لا يتكلم إلا بما يرضي الله تعالى وفيه صياح ولا صراخ ولا كذا فهو جائز يعني لا حرج فيه، وبكى النبي عليه الصلاة والسلام على إبراهيم عندما توفي. قال ما يجب على أقارب الميت، قال ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران، الأول الصبر والرضا بالقدر، تكلمنا على الصبر والرضا للمريض عندما يحتضر، والآن بيتكلم على الصبر والرضا أقارب الميت يعني عندما يصابون بوفاة قريبهم، لقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، قال ولم تعرفه، لم تكن المرأة تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله واصبري، مر على امرأة تبكي عند قبر، وهذا فيه يعني استدل به من قال بجواز زيارة النساء للمقابر، والمسألة دي ستأتي بعد ذلك إن شاء الله، وأن النهي عن زيارة النساء للمقابر نسخ لما قال كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها، قالوا هذا نسخ للنهي، نهي الرجال ونهي النساء، كان كل من الرجال والنساء كان منهيا عن زيارة القبور في أول عام،
ثم نسخ ذلك، وهذا رأي جمهور الفقهاء وهو الأرجح. المسألة هذه ستأتينا بعد ذلك. القصد أن المرأة كانت تبكي عند القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يمنعها من زيارة القبر، وإنما قال لها اتقي الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، قال ولم تعرفه. فقيل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، يعني فجعت يعني فجعة شديدة لما أنها تكلمت بهذا الأسلوب مع المصطفى عليه الصلاة والسلام وهي لا تعرفه. فالمرأة إيه يعني فزعت لذلك يعني. فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد عنده بوابين، ولم تجد عنده بوابين يعني يحجزون الناس ويمنعونهم من طرق الباب عليه ولا كده. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أعرفك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة، إن الصبر عند أول صدمة، في رواية إن الصبر عند الصدمة الأولى، يعني بعد يعني يتميز الصابر من الجازع عند وصول الخبر، لحظة وصول الخبر إلى الإنسان، هنا يتميز من يصبر ممن يجزع. أما بعد مضي مدة فالإنسان إذا مضت مدة على المصيبة الناس كلها تسلى يعني وتنسى الأمر ويذهب عنها الجزع مع الوقت يعني. لكن الذي يتميز به الصابر فعلا من الجازع عند الصدمة الأولى، أول ما يأتيه الخبر لأنه مات قريبه أو الذي كان له مكان عنده أو كذا أو أي مصيبة مثلا يخبر بها، فالمؤمن الصادق يظهر منه التكلم بما يرضي الله فيحمد الله ويسترجع، والجازع يتكلم بما يسخط الله. قال والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها. أولا ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة. والحنث يأتي بمعنى الإثم، الحنث العظيم هو الذنب العظيم، وكانوا يصرون في الآية على الحنث العظيم، الذنب العظيم هو الشرك يعني، لكن الحنس بصفة عامة هو الذنب يعني المعصية. فلم يبلغوا الحنس يعني لم يبلغوا الحلم، يعني لم يبلغوا السنة التي يكتب عليهم فيها الذنب يعني، هذا المعنى لم يبلغوا الحنس يعني لم يبلغوا السنة التي يذنبون فيها أو يكتب عليهم فيها الذنب. يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنس إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. هذا فيه فضل الصبر على وفاة الأولاد. قال ويكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون حتى يجيء أبوان، يعني الأولاد الصغار اللي ماتوا قبل البلوغ يكونون عند باب الجنة ويقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون حتى يجيء أبوان، فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله. هذا في فضل من مات له أطفال صغار. ثانيا أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار، قالت امرأة واثنان قال واثنان. هذا أيضا حديث ثان في فضل وفاته، في فضل من صبر على وفاة الأولاد الصغار. قال الثاني، الأمر الثاني الذي يجب على أقارب الميت الاسترجاع، وهو أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون للآية المتقدمة، ويزيد عليه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لحديث أم سلمة في صحيح مسلم وغيره، يعني أنه من قال ذلك أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وأن أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت ثم قلت في نفسي ومن خير لي من أبي سلمة رضي الله عنه، مات شهيدا وكان من السابقين الأولين رضي الله عنه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحكمها عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة يعني عبارة المؤلف أنه يجب الاسترجاع، يعني الجمهور على أن ذلك
من المندوب يعني انه يستحب الاسترجاع، يستحب الاسترجاع، يقول ان لله من الاذكار المندوبه المستحبه. قال ولا ينافي الصبر، مساله رقم 20 ونختم بها ان شاء الله. قال ولا ينافي الصبر ان تمتنع المراه من الزينه كلها حدادا على وفاه ولدها او غيره اذا لم تزد على ثلاثه ايام الا على زوجها فتحد اربعه اشهر وعشره. الحداد على الزوج المتوفى اربعه اشهر وعشره، الا اذا كانت المراه حاملا فانها إيه؟ تنتهي فتره حدادها بوضع الحمل. من مات زوجها وهي حامل فعدتها وفترة حدادها في العدة هي إلى أن يضع الحمل، حتى سواء كان أقل من أربعة أشهر وعشرة أو أكثر من أربعة أشهر. أما من لم تكن حاملا ومات زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. طبعا دليل ذلك حديث السبيعة الإسلامية رضي الله عنها أنها توفي زوجها وهي حامل فلم تلبث أن وضعت حملها، فتزينت وتجملت للخطاب، فمر بها أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه فنهاها عن ذلك، فقال فوضعت علي ثيابي ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت حين وضعت، قال قد حللت حين وضعت. فدل ذلك على أن فترة الحداد والحداد يكون مدة العدة، والعدة أنها تنتهي وضع الحمل إذا كانت حاملة. أما إذا لم تكن حاملا فكما قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذه نسخت آية الاعتداد حولا، كان قبل ذلك مدة العدة كانت حولا وصية إلى الحول غير إخراج، كانت عدة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا سنة كاملة، ثم نسخت بعشرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إلا إذا كانت حاملا فإلى أن تضع الحمل. أحكام الإحداد على الزوج، المرأة مات زوجها فما معنى الإحداد عليه؟ معناه أن تترك الحلي، أنها لا تلبس حلي، لا خواتم ولا قروط ولا أساور ولا كذا، أنها تترك لبس الحلي وتترك الخضاب، الخضاب والاكتحال والاختضاب مثله يعني كل مساحيق الزين، وأن تترك الطيب، لا تتطيب، لا تستعمل طيب العطور يعني، وتترك ثياب الزينة، الثياب التي يتجمل بها، وهذا أمر عرفي يعني ليس هناك شرط أن تلبس لونا معينا من الثياب، لكن تلبس بحسب يعني عرف البلد يعني أي لون من الألوان، لكن التي جرى العرف يعني أنها ثياب عادية تلبس للنوم أو في البيت أو في كذا، ليست الثياب التي يتزين بها ويتجمل بها بلبسها يعني، فتترك الثياب التي فيها زينة وتجمل وتلبس يعني ثياب يسيرة عادية ليس فيها تجمل ولا زينة. ذكرنا هي أربعة أشياء، ثم الخامس أنها تبيت في البيت الذي توفي زوجها وهي يعني مقيمة فيه، بحيث تقضي فيه الفترة من المغرب إلى الفجر. أما بالنهار فيجوز أن تخرج لحوائجها النهار. أذن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار كان لها نخل وكانت تعمل في نخلها في النهار، أذن لها أن تخرج تجز نخلها نهارا. وأيضا في حديث آخر أن النساء يعني استوحشن بعد ما مات أزواجهن في أظن كان في غزوة أحد، فأذن لهن أن يجتمعن في بيت إحداهن نهارا، فإذا غربت الشمس يعني ثم يعدن إلى بيوتهن قبل الغروب كل واحدة ترجع لبيتها، بس بالنهار ممكن يجتمعن في بيت إحداهن يعني تستأنس بالاجتماع مع صاحباتها وكذا، وفي الليل ترجع إلى بيتها. فالخروج بالنهار للحوائج يعني وكذا لا حرج فيه، أما بالليل تبيت في البيت الذي كانت مقيمة فيه، بيت الزوجية أو البيت الذي كانت مقيمة فيه، إلا إذا دعت الحاجة أنها تنتقل إلى قضاء العدة في بيت آخر فتقضي عدتها وتحد في بيت آخر
إذا دعت الحاجة إلى ذلك أن يكون بيت مثلا مستأجرة والأجرة فيها تكلفة عليها، كان زوجها بيدفع الأجرة مثلا لما مات، ممكن هي تنقص في بيت أهلها ما يكونش عليها أجرة أو كذا، أو البيت اللي فيه زوجها كانت تعيش فيه مع زوجها في مكان نائم ونقصها وحدها فيه يعني فيه خطر عليها أو في كذا، يعني إذا دعت الحاجة إلى الانتقال إلى بيت آخر تقضي فيه العدة لا حرج فيه تنتقل إلى بيت آخر. لكن المهم انها تبيت في البيت ومسموح بالخروج من عمل البيت. ثم الحكم الاخير اللي هو انها فتره العده من وفاه زوجها لا يحل لها ان تتزوج باخر يعني ولا ان تخطب خطبه صريحه. يجوز التعريض لها بالخطبه لكن لا يجوز ان تخطب خطبه صريحه في وفاه في اثناء عده وفاه زوجها، لكن ممكن يعرض لها بالخطبه ان الشخص يعني يرغب في الزواج بها يقول لها مثلا أخبريني إذا انقضت العدة أو يمدح نفسه أو يمدحها يعني بما يشعرها يعني أو يقول مثلا مثلك يرغب فيه وأنت امرأة صالحة بس ما يقول أنا أريد أن أخطبك أو يذكر نفسه يقول قد كما حدث من جعفر قال قد علمت مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر يعني نفسه يعني تلميحا يعني فمسموح بالتعريض بالخطبة أو أنه يعني وددت أن الله هي لي امرأة صالحة أو نحو ذلك يعني التعريض جائز لكن الخطبة الصريحة لا تجوز والعقد لا يجوز أثناء ويكون باطلا لو وقع العقد أثناء العدة من وفاة الزوج. فإذا هذه أحكام الإحداد، فالإحداد على الزوج هذا واجب، الالتزام بهذه الأحكام والتقيد بها هذا أمر واجب باتفاق الفقهاء، يعني من الأمور الواجبة أثناء مدة العدة على الزوج. لكن عند وفاة غير الزوج يجوز الإحداد 3 أيام فقط، ويكون الإحداد هنا جوازا يعني ليس وجوبا. يجوز للمرأة إذا توفي أبوها أو ابنها أو كذا أن تأخذ بهذه الأحكام لمدة 3 أيام، تترك الطيب والزينة والحلي والثياب الزينة وكذا 3 أيام يعني تنقص في البيت وكذا. لا حرج يعني تحد 3 إذا شاء، إذا لم تشأ أيضا لا يلزمها ذلك، لكن يجوز أن تحد على غير الزوج 3 أيام فقط، لكن لا يجوز أن تزيد على هذه. قال لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على أم حبيبة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها عبد الله بن جحش رضي الله عنه فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله يوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3. يعني تعمدت بعد اليوم الثالث أن هي تتطيب، تقول ما لي بالطيب من حاجة، ما لي يعني رغبة في التطيب ولا محتاجة التطيب، بس هي فقط يعني حتى تقطع إحدادها يعني عملا بحديث المصطفى. قال ولكن نختم إن شاء الله. قال ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطنه منها فهو أفضل لها ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير. المرأة لو مات ابنها أو مات أبوها وهي امرأة متزوجة يعني لها زوج فرغبت أنها لا تترك الطيب والتزين والتجمل لزوجها، يعني طالما امرأة يعني في عصمتها زوج حتى يعني يوم وفاة ابنها ويوم وفاة أبيها إذا فعلت ذلك يعني تطيبت وتجملت لا حرج عليها. الإحداد على غير الزوج يعني جائز لا حرج، لكنه لا يلزم، بل لو تركته إذا كان لها زوج يكون أفضل، يعني كما وقع لأم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما وقصتهما في ذلك طويلة ولولا ذلك لسقتها هنا فلتراجع في المصير. القصة يعني ما فيها أن كان أبو طلحة باختصار يعني حديث طويل يعني أن أبو طلحة رضي الله عنه كان على سفر ورجع في اليوم الذي مات فيه ابنهم، يعني كان
المصريين لها ابن طفل صغير، وكان الابن هو كان سافر والابن هذا كان مريضا. فيوم رجوعه من السفر وافق اليوم اللي مات فيه الطفل. فأم سليم رضي الله عنها يعني لما وجد زوجها راجع من السفر وابنها يعني مات قبل لحظات في نفس اليوم، فغطت الولد وجعلته كأنه نائم يعني على الفراش، وعرضت على زوجها مسألة يعني كيف الولد وكذا، فعرضت عليه يعني تخبره أنه مات، وتزينت وتجملت له، فحصل بينهما جماع يعني معاشرة في ذلك اليوم. ثم بعد أن هي قضى وتراه أخبرته بالخبر، يعني لم ترد أن تزعجه بهذا حتى لا تمنعه يعني حقه من السفر. فبعد أن قضى وتراه أخبرته، قالت يعني رأيت لو أن قوما استودعونا أمانة ثم هي طلبوا وديعتهم كنت تقضيهم؟ قال نعم، قال إن الله استودعنا هذا الطفل استرد الله تعالى وديعته. فغضب يعني وقال لماذا لم تخبريني بهذا يعني قبل ان يحصل ما حصل بيننا وكذا، وذهب يعني واشتكى الى النبي عليه الصلاه والسلام، فدعا لهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يكتب الله لهم في ليلتهم هذه خيرا، فرزقوا من هذه يعني كان هذه المعاشره كانت سببا في حملها لغلام يعني كان فيه وفي ذريته الخير والبركه وكذا. فالشاهد يعني انها في نفس يوم وفاة ابنها لم تحد على ابنها، فدل على الاحداد على غير الزوج ليس بالواقع. فنتوقف هنا ان شاء الله، ونسال الله تعالى ان ينفعنا ويرحمنا ويرحمنا. الحمد لله.